السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مرة أخرى لكل الإخوان والأخوات. موضوع ديال النصب والاحتيال هنا في أمريكا، فصراحة هذا موضوع من المواضيع اللي خص كاع الإخوان، سواء كنتي جديد ولا كنتي هنا في أمريكا، رد بالك من النصب والاحتيال، ورد بالك من الوثائق ديالك، ورد بالك من داكشي اللي كدير والمواقع علاش كتدخل إلى آخره، لأن هنايا النصب والاحتيال كيعطيو 10-0 كما كنقول. إلا ما رديتيش بالك راه غير تنصب عليك، بحال داكشي ديال المغرب. انت في المغرب وكيقولوا لك غنصيفطوا الكونطرا، احقر راني عندي مليار وراني بغيت نصيفطها، ولكن خصني باش شي واحد كنثق فيه طاطاشي وداك الميساجات. انا غنعاود لكم شي حوايج خفن زربن اللي وقعوا معايا انا شخصيا، وعاد الحوايج اللي وقعوا الاصدقاء ديالي، وبقينا يعني كنبارطاجيو كنتعيطوا بعضياتنا واش وقع لك هكا، شنو درتي في هذه الحاله، طاطاشي فعلتي الى اخره. انا كانت وقعت لي صراحه في العام ديالي الثاني في الكمبيوتر على البيسي، كنت كنخدم في البيسي عادي كنخدم عادي، حتى شويه هو كيطلع لي واحد الميساج، واحد الصوت كتسمع داك تي 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 تي، وميساج كيقول لي زعما راه البيسي ديالك راه تخترق بواحد الفيروس، ها واحد النمره، حاول عيط في هذه النمره باش يحلوا لك المشكل في اقرب وقت. وهذا الميساج بحال اللي جاي من الشركه الام ديال البيسي ملي خديته، مثلا ابل ولا اش بي ولا، فهمتوني؟ ويلي صراحه انا قلت هذا مادام انا البيسي راني شاري بالغارونتي وداير فيه لونتي فيروس وكذا، كيفاش هذا تخترق؟ راه فعلا يكون شي حاجه، ومادام جايني هذا الميساج من عند الشركه الام ربما يكون شي حاجه بصح. فكنهز التليفون كنعيط، الله كنعيط كنسمع الصوت ديال شي واحد، يعني لونجلي ديال شي واحد من الهنود ولا من بنغلاديش ولا من باكستان، المهم راكم عارفين الناس ديال الميريكان راه غيعرفوا، لان الهنود والبنغلاديش والباكستان باينه لونجلي ديالهم، واحد لونجلي ديالهم سبحان الله مفروزه، غير غتسمعوا غتعرفوا من هاد الدول هادو. فالله هضرت مع هذا قال لي مرحبا صافي، فعلا راه يعني بحال اللي ديجا هما راه واجدين. قال لي راه فعلا راه البي سي ديالك كيكون تخترق الفيروس، خليني نشوف، اعطي لي الاي بي ديال البي سي، اعطيني كذا. انا ما صراحه مشيت معاه في الخط، هزيت الاي بي عطيتها له، هو الله واحد ما كملش حتى 20 ثانيه قال لي راه فعلا البي سي ديالك راه تخترق من راه كيدخلوا البي سي ديالك من بزاف ديال الدول. درت لي طرن في الراس، قلت هذا كيفاش الدول، انا البي سي ديالي ما كنخرجوش حتى من الدار، يعني ما عمري سافرت حتى بالبي سي، ما ديتوش حتى لشي بلاصه، البي سي كنخدم به غير في الدار، ما كان حتى كما نقولوا القهوه ولا شي بلاصه ما كنديش معايا، الخدمه ما كنديش معايا، كيفاش اذا هذا البي سي؟ قال لي راه شوف شحال من واحد يعني دخل لك البي سي من هذه الدول، صفت لي واحد سكرين شوت وانا قطعت عليه. كنهز التليفون نعاود ثاني في الواتساب، كنهضر مع واحد الدري صاحبي في المغرب جن في هادشي ديال البيسيات والتليفونات وداكشي، قلت له ودي شنو وقع ليا. قال لي عندك هذاك راه نصب، قال لي راه هكا كينصبوا باش كيدخلوا لك البيسي، واشنو ولا اي حاجه كانت عندك في البيسي غيديوها لك، وفعلا غادي يقولوا لك راه تخترق البيسي، وغيقولوا لك صيفط لنا ها باش غادي نحلوا لك هذا المشكل، 200-300 دولار 400 دولار، وانت على نيتك كتصيفط لهم داك الفلوس، كيقول لك باش ها في المويان باش كيفاش تصيفط لنا الى اخره، وغينصبوا عليك. هذه اول حاجه، يعني انا غير اختصرت لكم، هذه اول حاجه في البي سي. ثاني حاجه الخدمه، ردوا البال سمعوني، الخدمه الناس اللي كيابليو على الخدمه في مواقع اللي ما هما ما معروفينش، ردوا بالكم، لان علاش كاين دابا غير كتدخل شي موقع مثلا انديد ولا زيبريكريدر ولا لينكدين ولا اي موقع اللي هو معروف ديال فاش كتقلب على الوظائف، ف دوك المعلومات غير كتحطهم تما اوتوماتيكمون، كاين الصبا اللي كيما يقولوا كيقرنصوا داك المعلومات، وكاين اصلا الشركات اللي كيبيعوا المعلومات ديالكم، يعني بالايميل بالسميه بالكنيه بالعنوان بكل شيء، وهاد الشيء الناس اللي هنا في امريكا عارفين هاد الشيء، يعني المعلومات ديالك كتباع. فكاين بعد الصبا اللي كينصبوا عليك عن طريق انهم هما عندهم شركه وعندهم موقع ديالهم وعندهم كل شيء، داك الشيء مطروز تقول فعلا راه بصح داك الشيء كاين، وهما غير كيبغيو ياخذوا المعلومات ديالك باش يستعملوهم في اغراض وحدين اخرين، يعني كيقول لك احنا شركه فلانية راه كنقلبوا مثلا على الشيافريه ولا كنقلبوا على الميكانيسيان ولا كنقلبوا على الناس ديال الاي تي، عطينا عاودنا شويه، وكي بحال اللي غيقول لك راه غندير معاك الانترفيو، والانترفيو اما كيعيط لك في التليفون وكيبقى معاك، او لا كيبقى يراسل لك بار ايميل او لا ميساجات، او لا ما كيقولكش اجي عندنا البيرو ولا اجي عندنا للشركه ولا غير اونلاين، يعني باش ما تمشيش انت تعرف فين كاين هاد الشركه، وهادو حضيو راسكم منهم بزاف. ان فوا الشركه بغيتي تابلي عليها دخل قلب عليها بعدا،
قلب على الشركة، شوف الريفيوز، شوف فين كاينة، شوف المدن فين كاينة، الولايات إلى آخره، قلب عليها في الفيسبوك، قلب عليها في الانستغرام، قلب عليها في لينكدين، قلب عليها في المواقع يعني في غير في جوجل، قلب عليها في اليوتيوب. راه ضروري الشركات اللي معروفين كاينين، يعني كاين السيج ديالهم، كاين الناس كيخدموا فيهم، الناس كيحطوا الريفيوز ديالهم، بزاف ديال الحوايج. اما شي وحده يعطيك شي واحد يقول لك راه حنايا شركه الفلانيه وغيدير معاك الانترفيو في التليفون ويبقى يطلب منك المعلومات وعطيني صيفطنا الاي دي ديالك، صيفطنا السوشيال ديالك، صيفطنا داكشي، عاودني منكم حذاري ثم حذاري ثم حذاري. واكثر من هكا راه كيعطيكم مثلا كيقول لكم راه غنخلصوكم واحد الخلصه يعني مجهده بحال اللي كيغريوك واحد الثمن مغري باش انت كتقول الله تبارك الله والخدمه موجوده والصالير زوين وكذا الى اخره. اذا حداو راسكم في المواقع اللي كتابليو عليهم في الخدامي، هذا من جهه. من جهه ثانيه الاخوان خاصه الناس اللي عندهم صفحات ولا عندهم قنوات ولا في الفيسبوك، ردوا بالكم. انا مؤخرا جوج ديال النصابه دخلوا عندي صيفطوا لي ايميل ودخلوا عندي الميسنجر، يعني كيصيفطوا لي كيقول لي بغينا نكولابوري معاك ونبقى ديرنا الاشهارات في القناه ديالك وفي الصفحه ديالك، وغنبقاو نعطيوك 3000 دولار في السيمانه، 3000 دولار في السيمانه بحال هذا الميساج هذا. ونخلي لكم واحد الايميل صيفطوا لي هاد النوع هادو راه نصابه، الناس اللي عندهم صفحات واللي عندهم قنوات ردوا بالكم. وراه هادشي كان وقع لبعض الاخوان في المغرب، نصبوا عليهم من هنا من امريكان، هادوك تصابوا مع النيجيريين ولا مع تمنين. حداو راسكم الناس اللي عندهم صفحات وعندهم هادشي، ما تثقوش في داكشي الاثمنه المغريه. واحد كان قال لي غنعطيك 8000 دولار، 8000 دولار في السيمانه غير باش نبقى نبيبليي شي حوايج ديالهم ديال الشركه. فاش قلت ليه انا مشيت انا وانا عارف هادشي هذا، قلت له عطيني اسميه ديال الشركه، قلت له بعدا قدم لي انت راسك شكون انت، عطيني البروفايل ديالك نتايا، منين انت، شكون انت، الشركه اللي من تابع، فين جات، السيج ديالها. وهو يصافي ما عاودش صافط لي داكشي كاع، حبس. عرفت ان هذا سكامر، لان اي واحد يدخل معك هادشي ضروري كيقدم لك نفسه ويعطيك معلومات على الشركه ويقول لك كاع اجي عند مثلا الشركه اذا كانت قريبه لك ولا انت قريب ليها الى اخره. فحذوا راسكم من هذا النصب والاحتيال. ثاني حاجه، ثالثه حاجه وقيله ولا رابع حاجه، هو في التليفون. الناس اللي الله كيشريو نمره جديده ديال التليفون، راه اوتوماتيكمون غير كتشري نمره جديده كتدخل عندهم السيستيم كيبقاو يعيطوا لك على الرام ديال النوامر بسميتك بكنيتك، يقول لك واش انت فلان فرتلان، يقول لك راك شاركتي معنا في واحد المسابقه غتربح مثلا 10000 دولار، ولكن انا مازال محتاجين شي معلومات ديالك باش نحاولوا نصيفطوها لك في اقرب وقت. هادشي انت الله جاي ودغيا دخلتي في هاد القرعه ودغيا ربحتي 10000 دولار الى اخره. فهما كما قلت لكم هاد النوع ديال هاد النصابه كيبغيو غير ياخذوا لكم المعلومات ديالكم باش يستعملوهم في اغراض وحدين اخرين، غير الا مشيتي عطيتي لهم السوشيال. هادشي شحال من مره وصيتكم السوشيال راه ما كيتعطاش في التليفون، ما كيتعطي، ما كتصورش داك السوشيال وتصيفطو لشي واحد ولا حداو راسكم. رجاء سميتها هذاك الجرين كارد حتى هي كذلك، ما تعطيش المعلومات الا ما كنتيش عارف داك الشركه شكون هي ولا داك الشخص ما عارفوش شكون هو. راه كيتستعملوا هاد المعلومات ديالك في اغراض اخرى، يا يعني اما يبقاو ابليو مثلا الكريديت كارد بسميتك وانت ما على بالكش كاع هو راه مخرج الكريديت كارد بسميتك، او لا يبقى يمشي يدير بهم ينتحل الشخصيه ديالك ويمشي يبدا ينصب بسميتك، او لا يتاجر في المخدرات، او لا في البشر، او لا القتل، او لا السرقه، او لا او لا او لا او لا. فراه الاخوان هادشي ديال النصب والاحتيال كثير بزاف، انا غير عطيتكم غير شويه من بزاف كما كنقولوا، لان كل مره كيبان شي حاجه. واحد الشخص راه كنصبوا عليه تي موبايل، راه عيطوا ليه تي موبايل بحال اللي زعما الشركه الام، قالوا ليه اودي راه وقع شي مشكل في الاخر في البلان ديالك يعني اللي داير معاهم وداك الشيء. قال ليه راه كنديروا الميزاجور المعلومات، حاول عطينا المعلومات ديالك باش نديروا الابديت ديال المعلومات في السيستيم. هو على نيتو صحاب له راه فعلا راه تي موبايل عطاهم المعلومات وداك الشيء، صدق دخلوا ليه الكونت بونكير ديالو، خواو ليه الفلوس، داو ليه الفلوس اللي عنده في الكونت ديالو. فاش جا يتشيكي كيلقى زيرو زيرو دولار في الكونت ديالو، وزيد وزيد عاود كاين بزاف ديال الطرق ديال النصب. فباختصار الاخوان المعلومات الشخصيه ديالك، الوثائق ديالك ما كيتصيفطوش اونلاين، ما كيتصيفطوش في الواتساب ولا شي لعبه هكا ولا شي حاجه. ردوا بالكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. وكذلك على الوظائف شوفوا المواقع اللي هما يعني معروفين، واخا معروفين داك الشركه غادي تابلي عليها، دخل قرا ديسكريبشن ديالها، قرا الريفيوز، قلب عليها في اليوتيوب، قلب عليها في جوجل، قلب عليها في لينكدين، قلب عليها في الفيسبوك، يعني اذا كانت فعلا حقيقيه راه كاينه.
غتلقاها، غتلقى البروفايل ديالها، غتلقى المعلومات التليفون لي زادريس ديالها فين ما كانت. ولكن شي واحد عيط لكم يقول لكم حنا فلان فرتلان صيفطنا دغيا يجرب عليك ويقول لك صيفطنا المعلومات وعطينا زيد كملنا باش نكملوا البروفايل ديالك، حتى راه البروفايل ديالك ناقص ولا شي حاجه هكا، عارف راه غادي ينصب عليك وغادي يستعمل يديك المعلومات ويستعملهم في اغراض وحدين اخرين. وهذا الموضوع ديال نصب واحتيال راه فيه بزاف ديال الحالات. كل مره ان شاء الله غادي نتفكروا شي حوايج غادي نبقاو نبارطاجيوهم معكم. يلا تهلاو فراسكم، كمال يحييكم، السلام عليكم.